زابينج. هاي فتياتي بنياتي المزيانات اللي هبلوا محلى شوراتهم محلى زينهم ربي يبارك لي فيهم، شو محضرين لي، شو مجايبين لي، شنو صار في التلفزه التونسيه، شنو صار في المواقع التواصل الاجتماعي، شكون باش يبدا؟ يا نوسه. وي انت نوسه. هي. على باز شنو يقال ناس وبنتك شنومة؟ نسنسات. نسنسات صحيح. وإحنا على حسب ما نسنسنا هاي الجمعة هذه قينا شوية أخبار شوية أكسيون شوية فازات صاروا. أي؟ من بين الأخبار هذه جبت لكم اليوم أحكيت الانتخابات اللي صارت نهار سوق دلالة بسميتها. فوالا صارت نهار 17 ديسمبر. أي؟ جو كان عندنا هايلين هاي ديجا. جو كان يعني للشعب التونسي كامل، أما بيري عايت شد دارك وما تنتخبشي 4% راهي كارثة وما تنتخبشي بيري عايت شد دارك وما تنتخبشي اللي صار دارك وما تنتخبش جارك صحيح. خاطر اليوم اسموني باش ما رقتش الزابينغ، خاطر اليوم الانتخابات عرفت حسب القوائم اللي نشوفها والاشكال اللي نشوفها فهمت فوتوشوب يخدم يا خدام هذي ولا وليت فما عبيت مهبطين يفدلكوا بها كيفاش انتخبني ودرشني ما عندك ما تعمل لي ولا تنتدبني ولا خذيني تربحيني ولا انتخبيني درشني. حسيت فما برشا حاجات صاروا في الزابينغ، قلت في الزابينغ صاروا في الانتخابات غريبه وجديده. ونحب نبدا الزابينغ بجمله باللي حضرتها ومن بكري نحب نقول تونس الدوله الوحيده اللي في العالم كان ترجع 30 سنه لتالي تولي متقدم. والله والله اخرين 50 سنه ضوئيه نستنى فيها نستنى فيها باش نقولها اللي بالحق اليوم بعد برشا حاجات لاحظناهم كسوا في البوستة في الصف في اللي تحب عليه انت، تونس كان ترجع 30 سنه لتالي تولي دوله متقدمه. حسيدو فضلكم اما تليفوناتكم سيلونسيو خطاهم في الفيبريشن يعيشكم. نحكي لكم على نسبة الانتخابات التشريعية المرة هذية وعلى حسب المراقبين اللي راقبوا معناتها النسبة هذية 11% راهي نسبة مش ضئيلة، نسبة فضيحة مش ضئيلة. شو هي مشيت من باللغة العربية مش ضئيلة مش ضئيلة هذه نسبة فضيحة. يقول القايل علاش الأسباب هذه متاع غياب الاهتمام معناتها بالشأن العام، معش عندنا ثقة في حد نحن كمواطنين تونس بالظروف هذا الكل يرجع للظروف الاقتصادية اللي صارت تاع البلاد والاجتماعية وتعديت البلاد برشا أزمات الفترة الأخيرة. وهوني المراقبين قالوا باللي راهي 64% من مكاتب الاقتراع كانت تشوف في استنفار للمواطن التونسي باش ينتخب اليوم، خاطر ما عادش فما لا مصداقيه دو ما عادش عنده ثقه في العبيد اللي باش ينتخبها. وهكاك احنا نرجعوا نقولوا باللي تونس شبه غرقت ما عادش باش تخرجوه قعدوا فيها الزوج. ما وهي شو اسمها يقول لك وقتاش نخرجوا من عنق الزجاجه، احنا عندنا توا بيريود كنا وحلين في عنق الزجاجه توا هبطنا تحت الزجاجه الحمد لله تطورنا وهبطنا لقاع الزجاجه معناها جونا باهي سافا. ونقول لك اللي رئيس ليزي يعني بتاع الانتخابات استاذ فاروق بوعسكر خرج وصرح قال نسبه الاقبال ضعيفه لانه اول مره تصير انتخابات وحمله انتخابيه نظيفه جدا من المال السياسي اللي كان سبب في شراء الأصوات. ولا محالة هذية تصريح ما ينجم يكون كان عنده برشا جرأة باش يوصل ويقول المال السياسي بما أنه هو في وسط الانتخابات دونك هو يعرف منين قاعدة تجي تمويلات متاع القوائم ومتاع الأحزاب. نحب نعرف نحب نقول كي هو يعرف اللي الانتخابات قاعدة تصير بالمال السياسي الفاسد شبيه ما تكلمش قبل ولا خاطر ما خذي حد شيء في الانتخابات هذه خاطرهم معناها ولد الشعب وزويو لو قاموا معناها عملوا حملات انتخابية باللي يقدروا عليهم هما دونك خرج تكلم قال الانتخابات نظيفة ونزيهة ذاك علاش ما خدتش نجاح ولا إلا نحن استنسنا بخمسين وعشرين دينار وبكو بشكوتو ودار ودرشنية شكوتهم تحية بالله ما نحبش نعم بالبسيتي اما تحية للشكوتهم مثال الشكوتهم خاطر هو كان المساند الرسمي للانتخابات اللي من اللي صارت من 2011 والكل شكوتهم كان هو السبونسور اوفيسيال متاع الانتخابات دونك لهنا نلوموا على رواحنا والا نلوموا على اللي هما قاعدين يعملوا في المرشحين رواحهم. ما نجم نقول كان نلوموا على رواحنا خير خاطر اذا كان في الانتخابات كما قال هو انتخابات نزيهه ونظيفه واللي نحن قاعدين نستناو فيها واحنا ما شجعناهمش لكن احنا زيد نحبوا المال الفاسد تحب ولا تكره. هو تجي تشوف راهو مقام بالتصريح هذايا كان على خاطر ديجا المراقبين
قاموا بتصريح خطير بأنه الانتخابات ديجا رصد محاولات برشا محاولات للتأثير على الناخبين من طرف المترشحين متاع الانتخابات. دونك لهنا معناتها أعلنوا على فما راهو تسريبات فما تجاوزات غير قانونية ديما موجودة في الانتخابات هذاك الشيء. كان ما أعلنوش ديجا المراقبين وفرشوا الكوارت متاع الشين اللي قاعد صاير ما كانش راهو يعلن ولا كان يعني ما كانش يقول يحكي به. يا عزيزة وشيراز انا تو نسمى مواطنة يعني قاعدة معاكم ويعني عايشة عيشة المواطنين يعني ونفس الأسعار قاعدة تشري بها العبيد. إن الحاجة بركة نحب نقولها العبيد ما عاش عندها ثقة في الحكومة وما عاش عندها ثقة في حتى حد باش يرشح روحه. ما يهمنيش شكون أنا يترشح ما يعني نيش أنا ما وقتها قاعدة نخمم في كرشي شنية فيها باش نبيت متعشى ولا نبيت جيعانة. بالحق رانا نعيش ورا وفي أزمة يسر كبيرة السكر والزيت ودبوسة زيت عبيد قبل تقف في دبوسة بالأرب دينار زيت حاكم زيت حاكم طوى زيت الحاكم بلاستيك بثمانية ألف ويش 8900 دبوسة صغيرة عائلة قداش طيب لك سامحني هو وذي كل قاعد يتزيد والشهري نفسها أذيك علاش أنا نعود نقول هما يحبوا يحكموا راه من حقهم هما من حقهم يحبوا يشدوا المناصب خوذوا المناصب يا أخويا سيبونا نحن تنهجوا نعملوا هجة جماعية شعب كامل محلينا خذوا المناصب أي؟ وسيبونا السكر وسيبونا القهوة وسيبونا الزيت عايشكم ليه بالحق والحليب يعني خلي يا فما صغار في الديار فما صغار فما تشرب في كيسين حليب الصباح مثال مش كيسين حليب. طب باش نرجع طب باش نحكي لكم انا على حاجة صارت لي انا كي نقضي قضية نقضيها قضية بالجملة اليغور المال كل شيء. نهار خارجة قصدة ربي مش الحمام السباح قبل ما نجي نخت قلت خان ناخذ باكو جو نقوي بيه قليبي باش ما ندوخش في الحمام اعطيته دينار وقلت له اعطيني باكو جو صغير لا علينا في ذاك السيمي في بالي انا خليت له باقي عامله مزيه ما راعاني الا يقول لي نوسه تكمل لي 400 ايه نتاع شنيا قال لي باكو جو 1400 اي نعاود نقول الراجل ولا المراه اللي عندها زوج صغيرات في الدار قوتي معهم كعبة الياغورت معهم كعبة الكيك كما قالت شيراز يعني معهم كعبة البنان بنانة تفاحة اي يعني شنعمل وشاري نفسها وشاري نفسها اي منين نلمو نحن عندي اقتراح انا والله مزيان للشعب التونسي كله نلمو بعضنا ونعملوا هجة جماعية خلي هما يجيبوا شعب على كيفهم وتيحوا ولا نقولكم حاجة شوفوا هما شكون يحكموا طيب ياكلوا بعضهم ملا بربي علاش هي توا كثرة الهجرة وعلاش هكاك وليدنا كلهم طايشة ميتة في البحر ما هو على الريق اللي قاعدين تاكسي مازال ما قالكش السليم 900 فرانك عاد انت اول مواطن انا تعرضت والله هي حكايه تافهه اما والله تسمى تحايل راهم هما الدينار ولا 2000 ما مش يقلبوا لي حياتي ولا يحسنوا لي حياتي 2000 نحن نخلوهم لاي امراه ولا اي راجل يعرضنا حاجه عاديه. اما نحكي لك ان ديجا هو الكونتور يتصلح نص الليل نهار 15 ديسمبر انا حط لي الكونتور مساعتين نتاع النهار لو 14 لو 14 باهي ولا حط طول الساعة 3900 الكونتور فرحان ويجري يا بنتي الكونتور راه يلوح في تلويح اللطف راه يا بنتي في الليل انت ركبت في الليل في تاكسي جيتك لك انت 1800 دوب ما تطلع في الليل اي تقعد دوبل تخزر الكونتور تلقاه البارح انا مشيت شبيت بحذا شيراز راه نحكي لك انا من باب الخضر لريانا تاكسي 27000 ماهيش بولت راهي نحكي لك تاكسي ما ديش نورمال راه راسي وجعني راه باش تشوف انت المواطن التونسي يما عليه معناتها يا خويا مبروك عليكم شنو تحبوا تحكموا سيبونا نحن وكهو يعني مطالب منكم سيبوا الشعب باش فسلك حاجه حتى العبيد اللي عندها كراهب خلينا نحكيوا عليها شويه على ليسونس 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 يا تصب بريميوم يا ما فماش نحب نقول لكم راه البريميوم يعني السوم نتاعو مش فوا دو يمكن يظهر لي 5000 ولا درقاديش الليتر هي في النورمال كي تمشي تصب 50 ولا 100 بلون ولا ما نعرفش عليك شنو باش تصب الكرهبتك اسونس مش مازوت تصب الليتر ب 2000 فرانك 2200 2000 وقداش 2700 انا ما نزلت معاه تحيه الفامر المخرج هو اللي صلح لك المعلومه عنده كرهبه تبارك الله اكسيس عنده قال لي عندي موتور دونك يصب بالليتر هو مسكين زياده دونك حتى اللي عندهم كراهب يوصل يسكر كرهبته ويمشي ياخذ في تاكسي باش ما يمشيش خاطر ما فماش ايسونس ما فماش ايسونس وعادي تقف بيه في وسط اثنين لا علينا انت عادي هو جوست باش نقفل الخبر هذايا معناتها بالله كيما قال لطفي بوشنيق
خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوني الوطن. بجاه ربي راهي تونس والله يا عزيزه وغاليه، راهي والله تونس تسخف، والله تسخف سي والله بالحق. كنت حاجه ابار تشوفوا الشعب قداش بسيط تكور، تونس يتلموا الكل يحبوا يفرحوا، رجال تبكي، نساء تبكي، صغار عزوزه تلقاها مسافره، ومرا كبيره يعلم بها ربي بدويتها بدنيا. والله يا رانا نحبوها البلاد من صغيرنا لكبيرنا، احنا يعني الزينه والله ما عادش عندنا. نحن قعدت فينا حاجه بركه، نحن رانا قعدنا نحبوا بعضنا. نحن ريت الشعب عبارة أنت تحب في صاحبتك في أختك عائلة يعني عرفتك اللي تسخف على عائلتك تحبها. احنا كيكة توا قاعدين كنا ملمومين في وسط دار جدي فهمت، ونحبوا في بعضنا الناس الكل. عنا فهمتك كل عمك المكروه هذاك، العمك اللي الكبيرك اللي تكرهه الناس الكل، هذاك هو الدولة، هذاك هو السياسيين متاعنا فهمت. وعنا كل الجد والجدك اللي يسخفوا شوية ويقول لك يا مثال شي ولد خوك سايبو درا شنو، هو الأم والبو ونحنا المرأة الكبيرة والرجل الكبير اللي مازالوا ببركتهم نحن عايشين، بركتهم نحن عايشين. صدقني كان نحن نكبروا ما عادش احنا ما عاد كان نكبروا ونوليو كبار ما عندناش بركه كيف أمور. بالحق بالحق صحيح. والله الدوله والله اللي جاوا يعني من 2011 لتوا يعني بالحق راهو خذونا الحم الحمر. انا نحن راهو الدوله التونسيه راهي حاجه كبيره برش، خذونا الحم وطيشونا عظم. نحن عظم رانا ما عادش عندك منين تجبد، المواطن ما عادش عنده محلات كل سكرت، راهو اللي عنده بروجي سكروا، راهي عباد ما عادش فاهمه شيء، راهو الراجل يحليله هو ومرته ويرجع عليهم الكل بالستريس، يولوا الوالدين يتعاركوا قدام الصغير، يولي الصغير في حاله نفسيه، تولي عندنا حالات طلاق، راهي هذه الكل مربوطه ببعضها. يعني نحن نعيشوا في حاله عايشونا في هستيريا، عايشونا في ظلاله، عايشونا في ستريس، عايشونا كل شيء عايشوهونا من 2011 ل 2000 توا داخلين ل 2023 رانا قاعدين نعيشوا في ما في مش نعيشوا في نكبه، نعيشوا في مصيبه. ولا احنا تو بضحكه ولعبه عندنا 13 سنه 13 سنه حسبي الله ونعم الوكيل 13 سنه صدقني ما ضحكناش فيهم ضحكه من قلوبنا، ما فرحناش فيها. 13 سنه ما ريناش ضوء في تونس، ما ريناش